السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامج الرسول بيننا. نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام مراغب، المفكر والداعي الإسلامي. فضيلة الشيخ هشام، مرحبا بكم. تحدثنا فضيلة الشيخ في الحلقة السابقة عن عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، ثم دخلنا في بعثة أسامة بن زيد وتأمير النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أسامة بن زيد على هذه السرية التي وجهها إلى مناطق الشام بالتحديد. فضيلة الشيخ، تحدثنا أيضا في نهاية الحلقة الماضية عن أسباب تأمير النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أسامة بن زيد بالتحديد لهذه السرية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه البعثة المهمة باتجاه الروم لتأمين حدود دولة الإسلام، بعد أن بلغه أن الرومان قد أخذوا أحد الولاة من الغساسنة، كان اسمه فروة ابن عمرو، وسجنوا ثم قتلوا وصلبوا لأنه دخل في الإسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن منطقة الحدود ويؤمن من يدخل في هذا الدين، لأنه بدون هذا يخاف الناس ويصدون عن الدين الجديد. فبعث هذه البعثة وأمر عليها أسامة ابن زيد، وكان شابا صغيرا دون 20 من عمره. تعجب بعض الصحابة واندهشوا من هذا، بل وتلكأوا في الانضمام إلى هذه البعثة، حتى خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكد أن أسامة خليق بالإمارة، يليق بهذه الإمارة، وأنه يعني يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو أن يكون من صالح هذه الأمة أثنى عليه. وأسامة رضي الله تعالى عنه نشأ في الإسلام، ولد في الإسلام، فلم يتلبس أبدا بلوثات الجاهلية. لما ولد كان أبوه مسلما. نعم، أبوه وأمه من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة الذي كان مولى، كان يتسمى باسمه، كان يسمى زيد بن محمد، فتربى في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في بيت النبوة. وأمه أم أيمن كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وخادمته، كان يقول عنها هذه أمي بعد أمي. فزوجها بزيد فولدت له أسامة، فنشأ بين أبوين مسلمين في بيت كريم قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف غير الإسلام ولم يعني يتلبس بأي شيء من أشياء الجاهلية، وكانت له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكابر الصحابة يعرفون هذا، يعرفون هذا الفضل له، وكان يلقب ب حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني حبيبه وابن حبيبه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حتى عندهم قناعة بهذا، يعني مش بس معلومة. وذلك ورد مثلا عن عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته أنه كان يقسم بين المسلمين. طبعا الدولة صارت غنية ففرضت مرتبات للناس، فكان يعطي العطاء على قدر سابقة الناس للإسلام، بعكس أبي بكر الذي سوى في العطاء بين المسلمين. لكن عمر كان له وجهة نظر أخرى، أنه السابقين لهم مزية. قال: لا أعطي من
قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كمن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان وجهة نظر، كان خلافا سائغا يعني. طبعا، لأنه لم يكن فيها شرع، وكان ينظر في المصلحة في هذا العطاء. فلما أراد أن يعطي أسامة ابن زيد، فكان يعطيه أكثر مما يعطي عبد الله بن عمر ابنه. فسأله عبد الله، قال: لماذا يا أمير المؤمنين وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يشهده أسامة؟ يعني يقصد من الغزوات. طبعا عبد الله بن عمر كان من عباد الصحابة ومن زهادهم، فهو لا يسأل للاستكثار، إنما يسأل لأنه يعلم أن أباه يعطي على سابقة الدين، فيقول: إذا كان بسابقة الدين فأنا أسبق، فأنا ولي سابقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني يسأل من باب حرصه أن يكون في منزلة في الدين وليس للاستكثار. نعم، عبد الله هذا كان من أزهد الناس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فبين له عمر، قال: كان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. فقال له: لا، أنا وهو سيدنا عمر. فكان عندهم هذه المعرفة وهذه القناعة بمنزلة أسامة رضي الله تعالى عنه. بل حتى في الحديث في الصحيح، لما أهم قريش شأن المرأة المخزومية التي سرقت، واحدة سرقت وكانت من بني مخزوم، يعني من قريش، من أكابر الناس، بنت ناس زي ما احنا بنقول، سرقت. فأهمهم أمرها، لأنه يعني إزاي الست الشريفة دي ستقطع يدها؟ قالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عايزين يتوسطوا. فراحوا قوم قالوا: من يجرؤ عليه إلا أسامة بن زيد، هذا الوحيد اللي نصدره في هذا الأمر لقربه. طبعا لما كلمه أسامة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه، وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أنت بتتكلم في إيه؟ طبعا رفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. قال: وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أنت جاي تتشفع، تتوسط في حدود الله تبارك مع قربه الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد بس في الحديث هنا أنه كانت له هذه المكانة، المنزلة وهذه المكانة عنده صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي لمحنا إليه ربما في حلقة سابقة، أن أسامة كان أسود اللون، أفطس الأنف، والعرب كانت ما زالت عندها هذه الرواسب من أمر الجاهلية. كانت نظرتهم إلى الموالي حتى الذين أعتقوا نظر فيها شيء من الانتقاص. طبعا الحمد لله هذا الأمر يعني زال بالتدريج، وتفاوت الناس في سرعة يعني هضمهم لهذا الوضع الجديد أو بطئهم فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك بتأميره أسامة على أكابر الصحابة كانت فيه أيضا هذه الرسالة، أن أقرب الناس وأفضل الناس عند الله تبارك وتعالى أتقاهم، وأن الناس تتفاضل بالتقوى لا باللون ولا بالطول ولا بالعرض، وأن هذه اللوثة من الجاهلية وينبغي أن يقضى عليها تماما. ولذلك لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم رضيفا له، أولا في فتح مكة كان رضيفه، داخل بقى في فتح مكة على دبته، على دبته، بل ولما دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد يعني المهم جدا، جعل عن يمينه وشماله بلال وأسامة بن زيد، الله، كلاهما داكن البشرة، والعرب تنظر تتعجب، دول دايما ورا. ف
فالآن ينتهي هذا الأمر، وينبغي أن ينتهي في حياتنا نحن أيضا الآن. الآن ما زال بعض الناس في بعض الدول العربية إذا رأوا داكن البشر يقول العبد فلان، هذا ما ينبغي أبدا عند المسلمين. هذه أو ده من محافظة إيه، ده من بلد إيه، ده من هذه، ويبدأ يقيم على هذا الأساس. هذه من الجاهلية، وهذه من العنصرية، وهذه مما جاء الدين لهدمها، وأن الناس لا تتفاضل بناء على هذه الأمور. الأمر الثاني أن تولية شاب في هذه البعثة المهمة، في هذه الرسالة أيضا، الثقة في قدرات الشباب وأنهم قادرون على استيعاب مثل هذه المسؤوليات وهذه المهام، ولا نخاف أن احنا ندفع بالشباب للمقدمة. ورأينا في هذا الزمان تحديدا أنه كثير من الدول بدأت تنتبه لهذا الأمر، ووجدوا نتائج عالية جدا عندما يولون الشباب. حتى أن الآن معظم الشركات الكبرى صارت تضع على رئاستها شباب صغيرين، وأصبح الآن في الشركات العالمية الكبرى تجد مدراء الإدارات الكبرى تجد في حدود 30، أقل في العشرينات من عمره. رأينا الآن نواب في الكونغرس وفي بعض البرلمانات في 20 من عمرهم. ما فيش احنا عندنا الكلام ده في الشيخ. لماذا نحن نخاف من هذا أو نأخذها بالأقدمية؟ المسألة ليست بالأقدمية. كبر السن لا يعطي مزية للإنسان إذا كان عقله لا يستوعب أو مهاراته لا تستوعب. والعقل يمكن أن يكون مستشارا، أليس كذلك؟ لكن إن لم يكن بالكفاءة أيضا حتى لا يكون مستشارا. بل رأينا بعض الناس في بعض الدول حتى مستشاروا تجدهم من الشباب. رأينا مثلا في تركيا، في الحقيقة رأيت بعيني كثير من المستشارين شباب صغار. عندنا يقولوا الخبرة، يقولوا الخبرة والكبير ده مر بتجارب لها تقديرها ولها لا شك. يعني إذا استوت الكفاءات خلينا نقول، فربما يقدم السن في ذلك. يعني السن أيضا له اعتبار. إذا استوت الكفاءات، لكن الأمة ولادة تحتاج دائما أن يدفع فيها بالقيادات، ضخ دماء جديدة متجددة دائما. صحيح لا يستبعد أصحاب الخبرات وأصحاب التجارب، لكن العكس هو اللي بيحصل دائما. دائما يداس على الشباب، و تجد رؤساء 90 و80 و70 هذا يعني أقلهم 60. هذا ما ينبغي في الحقيقة. ينبغي أن يدفع بالقيادات الشابة الجديدة. ومثال النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع لأسامة مثال موحي جدا في الحقيقة. شاب بدون 20 يكون قائدا عسكريا، بل بعد ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم في الحديث، وأصر أبو بكر على إنفاذ هذه البعثة، ثم لما أراد أن ينطلق أسامة خرج معه أبو بكر يودعه ماشيا على قدميه وأسامة راكب، وهذا خليفة المسلمين. الله. حتى تحرج أسامة وقال يا خليفة رسول الله لأنزلن أو لتركبن، مش هينفع كده، ما يصحش. قال والله لا تنزل والله لا أركب، وماذا علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله؟ يعني فين لما أمشي على رجلي كده شوية وأنا بودع الجيش، وفين لما ودعه ووصاه وكذا؟ وقبل بس ما يرجع استأذنه باللطف الشديد أن يأذن له بعمر، أنه يستثنى عمر بس محتاجه يتشاور معه، في مش بس مديله الإمارة كده بقى يعني على الورق وبعدين بقى تعالوا نعمل كل حاجة وهو خليه منظر كده، كما يحدث أيضا في بعض الكيانات. حط شاب وبعدين كل حاجة تدار من خلفه واجهة، إنما يستأذن منه بالحرج فأذن له.
يعني عمر كان في الخمسين وقتها تقريبا من عمره، ويخرج جنديا مع أسامة بالسمع والطاعة. فلا نستنكف من هذا فكر، يعني في إبداع في هذا الأمر. الأمة فيها طاقات من الشباب، فإذا لمح في بعضهم يعني بعض مواصفات القيادة فيقدمون، وليس بالضرورة أنهم سينجحون، قد ينجح البعض وقد لا ينجح، لكن يعطون الفرصة إذا كانت عندهم بعض هذه البوادر وبعض هذه المواصفات الأولية، لأن تحمل مسؤولية القيادة تظهر فيها بعد ذلك يعني معالم القيادة وإمكانيات القيادة بعد ذلك. وإلا إذا منع الناس من هذا وصار الأمر فقط بالأقدمية فتموت المواهب والملكات والقدرات في الأمة وتنحسر، ويصير كما نرى الآن في كثير من بلادنا العربية يقول لك لا 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 هو ما فيش غير الملك ده أو الرئيس ده، أصل ده لو راح مين تاني يعني حتى يتصور في بلد ضخمة إنه ما فيش غيره، إنه في غير واحد بس، هذا مناف للعقل ومناف لمنطق الأشياء، فلا يحدث أبدا ولا ينبغي أنه يحدث. هذا قتل لإمكانيات الأمة ولمواهب الأمة، بل يدفع بالقيادات الشابة وتعطى الفرصة، بل الأفضل قبل ذلك أنها تعطى في رعاية وفي ملازمة بعض ذوي الخبرة وذوي التجربة، كما قلت مثلا حتى أسامة في هذه السن المبكرة أرسل قبل ذلك في سرية أو سريتين أصغر شوية، كان قائدا له. نعم. فيحدث هذا، ولكن إذا كان الأمر على ما يحدث في بعض البلاد العربية، إذا تتجمد الدماء في العروق وتتكلس القدرات، رأينا في بعض الأماكن يظل المسؤول في إدارته أو في وزارته 40 سنة. عارف يعني 40 سنة؟ يعني ما يكون عنده أي نفس للإبداع في أي شيء، ويظن في نفسه خلاص أنا حافظها أنا عارفها، هلأك ده بيدير المكان ده قبل ما تتولد، ده مش ميزة، أصبح روتين، هذا عيب. لماذا؟ لأن الأحوال حولنا تتغير، الدنيا لا تقف، فالظروف والملابسات تتغير، ويظل هذا الذي يحكم منذ 10 سنين و20 سنة و30 سنة على أديمه، والعالم من حوله يتغير ولا يشعر، فتتراجع البلاد بالكلية برمتها. يعني هذا يعد سببا كبيرا من أسباب تراجع الدولنا العربية فضلت الشيخ. طبعا، ولذلك الترتيبات الجديدة في الحقيقة التي حدثت في الغرب من توقيت الإمارة للناس ب4 سنين ب5 سنين بولاية بولايتين إلى آخره، أمر جاي جدا في الحقيقة. لا تتكلس القدرات، حتى بقى لو جي واحد عبقري وأنهى فترة أو فترتين يستشار بعد ذلك، ما يجراش. لا تتجمد الدماء في العروق كما يحدث في بلادنا، لا يفعلون هذا. يعني انظر مثلا للولايات المتحدة الآن، مثلا أوباما قضى فترتين لا يستطيع حتى أن يترشح، منه لسه صغير في السن نسبيا، لا يترشح، يعطي فرصة لغيره. فهذا التداول وهذه الفرصة لإعطاء يعني الشباب والقيادات الجديدة، وإذا حصرت قواد النبي صلى الله عليه وسلم وأمرائه بل وعماله اللي هم بقى يتولوا ولايات عامة، ستجد غالبيتهم كانوا من الشباب، الغالبية منهم كانوا من الشباب. صحيح مثال أسامة مثال كمان صارخ نتيجة لحداثة سنه أكثر، ده دون 20، ده ما ينفعش يبقى مجند، يعني يدوبك عسكري مجند الآن، هذا يصير قائدا لجيش الدولة كلها في بعثة مهمة، والله هذا مثال موحي جدا. وكما سيحدث في
خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما يعني خرجت هذه البعثة كانت البعثة ناجحة جدا وأتت بنتائج باهرة التي قادها أسامة رضي الله تعالى رضي الله عنه. كيف كانت خطة الحملة ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ لهذه هذه السرية بالتحديد؟ نعم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة لما عقد له لواءه بقيادة هذه البعثة بوصية فيها عدة نقاط مهمة جدا. قال له أنه يريد أولا أن يبث العيون قبله، تسبقه العيون إلى مكان الذي سينزل فيه. كان هذا معتادا في الصيف. كان معتادا لكن أوصاه به. نعم. وقال احرص على أن يعني هذه البعثة يتكتم عليها بالكامل وأنت في الطريق، لا يعرف وجهتها ولا ينقل خبرها بحيث يصبح القوم وهم لا يعرفون. فجأة. وأوصاه أن ينزل أولا في قرب مؤتة المكان الذي لقي فيه المسلمون ذلك اللقاء الذي قتل فيه بعض سادات الصحابة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. قتل فيه أبوه وأبو أسامة. نعم. وأثر في هيبة المسلمين في تلك المنطقة، فأمره أن ينزل أولا في هذا المكان وأن يقتص للمسلمين في هذا المكان أولا، ثم ينتقل من ذلك المكان باتجاه منطقة معان التي قتل فيها فروة ابن عمرو الجذامي. فكانت هذه الوصية لهذا القائد الشاب، استصحبها معه وخرج بهذه البعثة بالفعل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي حدث أنه لما انطلق وكان على بعد أميال قليلة من المدينة بلغهم الخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم أو باشتداد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مع ملامح هذا المرض كانت بدأت قبلها بأيام كما مر معنا، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصب رأسه ويخطب الناس ويؤكد عليهم على أن يتجهزوا للخروج مع أسامة رضي الله تعالى عنه. لكن الآن وصلهم الخبر أن المرض قد اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا وتشاوروا ماذا نفعل. ويبدو أيضا مع هذه التلميحات الكثيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم انتابهم شيء من القلق، ماذا نفعل وهم يستقبلون سفرا بعيدا. بعد ذلك لما انطلقت البعثة ظلوا في هذا السفر حوالي شهرين، فقالوا لا نحن الآن على أطراف المدينة فلعلنا تشاور. ففصل أسامة قال لا نرجع أولا إلى المدينة نطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمرنا بالانطلاق ننطلق وإلا ننتظر ماذا نفعل. فرجعوا إلى المدينة. فلما دخل أسامة على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. البعثة خرجت يوم السبت والنبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، ثم خرجوا يوم السبت وظلوا مثلا ليلة في الطريق بلغهم الخبر هناك. وقيل الذي أرسل الخبر كانت أم أيمن، أمه أرسلت إليه باشتداد مرض النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند فاصل قصير نعود لهذه المشاهد، دخول سيدنا أسامة على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الرسول بيننا. أعود وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام راغب المفكر والداعي الإسلامي. فضيلة الشيخ مرحبا بكم. إذن عاد سيدنا أسامة بن زيد إلى المدينة مرة أخرى بعد وصول الخبر إليه بأن المرض اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي حدث؟ نعم، رجع أسامة مع بعض الصحابة إلى المدينة يستطلع الخبر وينظر في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرجع بالجيش كاملا؟ يبدو أنه رجع أولا بمجموعة من الجيش، نعم، حتى يبت في أمرهم ماذا يفعلون. فلما رجع ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، عدة أحاديث تصف عودة أسامة، منها أنه لما دخل عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم إجابته، وقد دخل عليه في يوم وفاته، في يوم الاثنين الذي توفي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه دخل عليه وهو يعني قبيل الوفاة، لأنه لم يستطع أن يرد عليه أو أن يتكلم معه. قال أسامة: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلي ويشير بأصبعه إلى السماء، فكأنه ففهمت أنه يدعو لي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: لما استأذن أسامة وأراد أن يدخل فكان يتسوك بسواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ففهمت أنه يشتهيه، يعني يشتهي أن يتسوك. قالت: فأخذت سواكا ومضغته له حتى تطريه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم سوكته به، فكان آخر شأنه أن اختلط ريقي بريقه صلى الله عليه وسلم. وطبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل له يعني معنى عظيم جدا، يعني هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، كونه يشتهي السواك ولا يقوى حتى على أن يتسوك، فتقوم بهذا عائشة رضي الله تعالى عنها وهو قبيل موته صلى الله عليه وسلم، فكأنه أراد أن يلقى الله تبارك وتعالى في أتم صورة وأطهر هيئة. وهذا عجيب جدا، إنه الإنسان يتفكر في هذا وهو في النزع الأخير. يعني نحن نفعل هذا في الدنيا، إذا الإنسان انتظر مثلا زوجته أو أمه أو أباه، فيعني يتزين ويعني لهذا اللقاء، لكن قليل الذي يتفكر في هذا وهو في نزع الموت، وللموت وطأة شديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات. بل إنه صلى الله عليه وسلم صار يخشى عليه ثم يفيق، يخشى عليه ثم يفيق قبيل موته، إن للموت لسكرات. ولكن في هذه السكرات، في هذه المعاناة، في هذا الألم، كونه يتفكر في أن يتزين قبل قبض روحه وقبل لقاء ربه، هذا أمر لافت جدا في الحقيقة. يعني نفهم إنه الإنسان يتزين قبل الصلاة، قبل الذهاب للمسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يتسوك مثلا قبل الصلاة، يتسوك قبل الوضوء،
كل هذا وارد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه يلتفت إلى هذا الأمر، وطبعا زوجته تفهمه، دائما الزوجة تفهم زوجها حتى بدون الكلام. قالت: ففهمت أنه يشتهيه، فأخذته ولاكته وسوكته به رضي الله تعالى عنها. فهذا كأنه من تمام خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن تمام أدبه مع ربه صلى الله عليه وسلم، أنه حتى وهو في النزع الأخير يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى على أتم هيئة وعلى أكمل صورة. هذا من تمام أدبه صلى الله عليه وسلم. فلما وجد أسامة أن الوضع بهذه الصورة، قرر وهو أمير البعث أن ينتظر في المدينة ما الذي يقضيه الله تبارك وتعالى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في أمر بعثته. وهذا من حصافته رضي الله تعالى عنه، برغم أيضا صغر سنه. الآن هو قائد هذه البعثة، بالتأكيد شاور من حوله في خبر الذي في الخبر الذي وصله باشتداد وطأة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منهم ثم قرر أنه يرجع أولا ويستطلع الأمر وينظر. فلما رأى أن المدينة في حال الطوارئ، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض، وأبو بكر يصلي بالناس منذ يوم أو يومين، والناس في ذهول من أمرهم لا يعرفون ما الذي سيقع، ما الذي سيحدث، وهو قائد الجيش، هو الذي عليه الآن أن يفصل، فيش حد تاني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يتكلم معه، لا يقوى على الكلام معه. فهو نظر في هذه المعطيات على بعضها، ورأى أنه الأفضل أن ينتظر حتى يقضي الله في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون إن كان سيبرأ من هذا المرض أم لا، ثم يقضى بعد ذلك في أمر البعثة، هل تستكمل مسيرها إلى الشام أم لا. فكان هذا أيضا من العلامات المبكرة على حصافة رأيه وعلى حسن تدبيره في هذا الأمر، في هذا الظرف العصيب، ظرف عصيب جدا، خاصة على المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الآن يعني من وراء كل هذه السنين قد نقرأ هذا الكلام يعني بسهولة شوية، لكن لا شك أن هذا الأمر كان صادما جدا على الصحابة في ذلك الوقت. والآن ليست صدمة شخصية فقط بالنسبة لأسامة، طبعا قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في هذه الأجواء وله هذه المكانة وهذه المحبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الأثر الشخصي عالي جدا، لكن أيضا أثر هذه المسؤولية. أنا مسؤول قائد العسكري لهذه البعثة، ماذا أفعل؟ فعنده هذه المشاعر الضاغطة وعنده هذه المسؤولية، فتصرف بهذا الرشد برغم صغر سنه وبرغم يعني حداثة عهده بهذه المسؤولية، لكن تصرف بهذا التوازن، لأنه لو خرج بهذا الرشد ووصل خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للجيش ينهار الجيش، أليس كذلك في هذا الوقت فضلت الشيخ؟ يعني لو خرج إلى طبعا كل شيء، كل الاحتمالات مفتوحة، بل أكثر من هذا، تصور أنه خرج وبعدين في الطريق عرفوا، وفي الطريق رأوا ارتداد القبائل عن الإسلام، لا يفهم ماذا يفعلون، هل هؤلاء يقاتلون ولا لا يقاتل، يعني الدنيا. فأراد أن يأخذ أمرا سياسيا، خلينا نقول يعني في دولة الإسلام وفي دولة النبي صلى الله عليه وسلم تم إرساء هذا المبدأ أن القيادة العسكرية تبع للقيادة السياسية وليس العكس.
بمعنى أن أي حملة، أي بعثة، أي غزوة، فالذي يخرجها والذي يقرر خروجها هي القيادة السياسية، والعسكرية تنفذ. العسكرية تنفذ مهما كانت هذه القيادة العسكرية، مهما كانت. ولذلك بعد ذلك مثلا في حروب الشام كلها، في فتوحات الشام، لما تولى عمر الخلافة وقرر عزل خالد رضي الله تعالى عنهم جميعا، خالد كان قائد يعني عالمي في ذلك الوقت، ولكن رأى عمر لأسباب كثيرة منها أنه خشي أن يفتتن الجيش بخالد للدرجة التي تخلي مثلا فصيل يتمرد، أو كان له مكان عظيم، فقال لا، فعزله. الشاهد يعني هنا بقرار سياسي، برسالة، لما شاف خالد الرسالة بعد ذلك، بس خلاص، هذا أمر سياسي، أمر سياسي. والمصالح الشرعية في هذا التي يقدرها السياسيون وليس القادة العسكريون. القادة العسكري رجل فني يستشار في الأمر العسكري بس، أما الأمر الإداري ماذا نفعل الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم مريض واشتد به المرض، فرجع يحتاج رأي سياسي يوجهه، ولا لما قال طب ننتظر إيه اللي يحصل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى في الأمر أبو بكر الرجل لا يستطيع أسامة يقول لا خلاص بقى أنا معي أمر سابق، أنا لا، أبدا، ليس الأمر له الآن، الأمر الآن لهذا الخليفة الجديد. ولم يفعل هذا أيضا أبو بكر مباشرة، بل شاور الصحابة، وظلت هذه المشورة أيام، لأن الأمر كان ملتبس مع وصول أخبار بارتداد بعض القبائل. الحمد لله المدن الكبرى لم يرتد منها أحد، لا الطائف ولا مكة ولا المدينة، لكن القبائل خاصة بقى بنو حنيفة من ناحية نجد، الأطراف الذي فيه مسيلمة الكذاب، فكان الأمر خطر. الشاهد هنا أن حتى أبو بكر تشاور من جديد، الآن في ملابسات جديدة، في ظروف استجدت، لكن المقصود أن القائد العسكري ليس له دخل بهذا الآن، الآن ينتظر ما هو الأمر السياسي في هذا، هطلع ولا لا. والقائد السياسي هو الذي ينظر في هذه الملابسات السياسية. فالشاهد هذا هو المبدأ، هذا هو الأصل، أن القيادات العسكرية تكون تبعا للقيادات السياسية. إذا انقلب الأمر تحدث فوضى في البلاد، وهذا تكرر على امتداد التاريخ عند المسلمين وعند غيرهم كثير جدا، في الفرس، في الروم كثير، في إذا حكم العسكري كثير جدا تجد قائد عسكري يبقى له بطولات، وبعدين طب وانا ايه، وانا ليه اسمع كلام ده في الاخر يعني، ابقى انا الرئيس، فينقلب عليه فتحدث فوضى، ويكون اساس مش سياسي ولا يكون كويس، قائد عسكري كويس، فيخسرونه مرتين، مره كقائد عسكري ومره كقائد سياسي، يعني ترك الشيء اللي هو صالح فيه. فهذا هو الاصل. ولذلك البلاد الغربية الآن مثلا في الحقيقة سياساتها المستقرة في هذا، لأن كل الجيوش هناك تخضع للأمر الإداري السياسي، لا تتدخل أبدا في القرار السياسي، نشن حرب ولا ما نشنش، ننسحب ولا ما ننسحبش، قرارات سياسية، ثم بناء على القرار السياسي يعدون الخطة العسكرية لتنفيذه. هذا هو الأصل. كيف يختار القائد السياسي بقى القائد العسكري، هذا أمر آخر. وذلك في القصة التي ذكرناها منذ قليل، مثلا اختيار عمر أن يعزل خالد، هذه رؤيته السياسية. وابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية، كتابه المميز، له وجهة نظر في هذا، يقول أحيانا
يكون من السياسة الشرعية أن القائد السياسي يحاول أنه يكمل ما عنده بالقائد العسكري. بمعنى أنه كأنه صار مثل الفريق، هذا له رؤية سياسية وهذا له رؤية عسكرية، فيحاول الاثنين يكملوا بعض. فقال مثلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أصرنا على تولية خالد في المعارك الكبرى. قال أبو بكر رضي الله عنه: كان رجل فيه لين، وكانت في خالد حدة وشدة، فناسب هذه القيادة السياسية أن يكون معها قائد عسكري قوي فيه هذه الشدة. قال: أما في حال عمر فكانت القيادة السياسية فيها شدة، فناسبه أن يكون قائده العسكري في هذه المعارك الكبرى، معارك الشام، أبو عبيدة بن الجراح، رجل فيه لين، حتى تكتمل الرؤيتان مع بعضهما. هذه مثلا يعني زي ما تقول تفسير أو تحليل ابن تيمية لهذه الاختيارات. لكن الشاهد أن القائد السياسي يختار القائد العسكري بما يناسبه، وليس بالضرورة بما يعني بالكفاءة العسكرية فقط. القائد العسكري فني، ولكن ستواجه ظروف في المعارك العسكرية التي يخوضها، يحتاج قرار سريع. طبعا قرار يسموه قرار ميداني وقتها. ولذلك لا بأس إن احنا في بلادنا الآن نتعلم مما يحدث في بلاد غيرنا من هذه الترتيبات، وأصولها والله موجودة في سياسة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن منها هذا الأصل المهم، أن القيادات العسكرية تكون تبعا للقيادات السياسية وليس العكس. هذا أصل مهم جدا. أما كيف يختار السياسيون قادتهم العسكريين الذين يديرون هذا الجزء؟ فالآن في الغرب عملوا حاجتين، وأيضا هذا من الترتيبات والتدابير الجيدة التي قاموا بها. خلوا وزير الدفاع ليس بالضرورة رجلا عسكريا، كثير جدا يكون مدني، يكون قبل كده وزير زراعة، وزير تعليم، ويحطوا وزير دفاع. حتى في الكيان الصهيوني يفعلون هذا. لماذا يفعلون هذا؟ لأنه صارت هذه الإدارة العسكرية، إدارة الجيش، تحتاج أيضا سياسي على رأسها، لأن صار الحاكم القائد السياسي الأعلى هذا سياسي بقى في كل شيء، محتاج يوزع بتاع الزراعة وبتاع التعليم وبتاع الأمن وبتاع الجيش وبتاع الصناعة وبتاع التجارة. فيحتاج أيضا على رأس كل هذه الإدارات رجل عنده سياسي. شيء من الحنكة السياسية أيضا. وبعدين يجي تحته بقى رئيس الأركان، ده فني صرف. وأحيانا يكون وزير الدفاع جنرال سابق أو كذا، لكن ليس لهذه الصفة، إنما يعين للمهارة السياسية. فصار معظم الوزراء ليسوا فنيين، فوزير الصحة مش لازم يبقى طبيب، وزير الصناعة مش لازم يبقى مهندس خالص. هذا لا يكون أبدا الآن في بلاد الغرب، بل كثير ما يحملون الحقائب المختلفة. تجد وزير الدفاع كان قبل كده وزير زراعة، كان قبل كده وزير تعليم، كان قبل كده وزير كذا، إنها مهمة سياسية إدارية سياسية. فصار القادة العسكريين لا يخضعون للقرار السياسي الأعلى، صاروا يخضعون للقرار السياسي الأدنى كمان، اللي هو يسموه الآن وزير الدفاع. هذه التدابير وهذه ترتيبات مهمة جدا، وهذا كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن سياسة نبينا صلى الله عليه وسلم، وظهر في هذه القصة الأخيرة في فهم أسامة رضي الله تعالى عنه. فهم أن قرار استمرار بعثته ليس بيده الآن في ظل هذه الظروف، فلا يستطيع أن يأخذ أمرا بالمواصلة من النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة اشتداد مرضه، حتى أنه لم يستطع أن لم يطق ولم يقوى على الكلام معه صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي في نفس هذا اليوم. و
لم يكن هناك خليفة بعد. نعم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قرر أنه ينتظر في المدينة حتى يقضي الله في هذا الأمر، حتى يعرف ما هو القرار. نعم. أن القرار ليس بيده. نعم. نتوقف عند هذا القادم، نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة كيف كان القرار بعد ذلك، كيف تصرف سيدنا أبو بكر، وكيف كانت سير هذه البعثة، بعثة سيدنا أسامة بن زيد. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام راغب المفكر والداعي الإسلامي، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج الرسول بيننا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.